لا إن شاء الله راكم بخير وعلى خير. سمحوا لي برك سي سا ريزون ان تي بو باسكو انا في لا سال دو بانك على بالكم وجيتكم اليوم ان مود جبا اون سون فو باسكو لا فيديو تاع اليوم راح تكون بناء على طلبكم. حطيت لكم ان بتي سونداج سور انستغرام قلت لكم واش راكم حابين تشوفوا لي فيديو هاد اليامات اي تو دونك جافي ترو دو ريبونس على لي فلوغ ورينا الجديد المحلات الديكور وجافي انكور مكياج قالوا لي توحشنا مكياج عندك شحال ما درتيش على المكياج و الحاجه اللي تكررت بزاف هي انه رانا نشوفوا كيف انستغرام كي تحطي لي ستوري اون بارلون تنحط لكم انستغرام هنا ولا هنا ولا كلكو بار في ليكرون عندك اون بو كي بروبر كي فوالا الوغ انا البنات نفهمكم لابو تاعي جي اون بو كي سيش مي عندي بشره جافه سمحوا لي نهضر بالفرنسي سي سو فير اتونسيون عندي بشره جافه برك تزيت لي هنا في لا زون تي تزيت لي هنايا المنطقة تاع الجبهة والأنف شوية هنايا مي كيندير كيندير لاباز ماشي حاجة دونك عندي الحب الحب ما نقولكمش ما عنديش مي ما يبان لكمش هنايا في الكاميرا باسكو عندنا عندي الحب اللي جاي شغل داخل لابو مي سي اون اليرجي ملي كنت صغيرة عندي المهم اليوم راح نوري لكم روتيني اللي نستعملو أسبوعيا ماشي مره واحده دو فوا بار سيمين مي نهار ما يكونش عندي الوقت بزاف نستعملو خطره في السمانه كي ندير دو فوا بار سيمين ندير جينيرالمون بالاثنين والجمعه ونهار ما يكونش عندي الوقت ندير غير بالاثنين ولا غير بالجمعه يعني باش نكون معكم بمنتهى الصراحه كاين يامات وين تكوني تعبانه ايتو ما عندكش كاع الوقت المهم راح نوري لكم لي برودوي نقول لكم بمن مخدومين واش يديروا انسي دو سويت الحاجه الاولى اللي نبدا بها لو فيزاج تاعي راني نوض الصباح غسلتو عادي بالماء برك درت جل افون ما شفيتش المهم غسلت صباح لو فيزاج تاعي نشفتو قضيت شغالاتي ودوكا راني راح نبدا الروتين معاكم كيفاش راح نبدا الحاجه الاولى اللي نديرها راح ناخذ الماء الصباح نغسلو بالماء البارد لانه المسامات تاعنا يكونوا مفتوحين لازم نغلقوهم وفي الليل نغسلو بالماء دافي تياد باش المسامات يتفتحوا ويتنفس لو فيزاج ديالنا دونك هذه هي الحاجه اللي حنقولها لكم الاولى الوغ راح ناخذ الماء بارد و ليجيرمون نديه لو فيزاج تاعي نديه باش كي ندير لو غوماج ما راحش يجرحني الوغ كاين راح يقولوا لي ماشي هكذا نبدا ماشي هكذا يديروا ماشي هكذا انا راني نقول لكم الروتين انا اللي راني نديرو ابري اللي راهم في الدومين و سون استيتيسيان ولا هما خبيره تاع تاع لي سوا هذيك تعرف فايز كثر علينا الوغ الحاجه الاولى اللي راح نبداها راح ناخذ ان غوماج نوريسون هذا تاع السكر نوار تاع لا مارك لوريال هاوليك وكنت ديجا استعملت هدايا وخلاص لي توجور من لوريال غوماج بوريفيون سكر دو سوا فوالا هذا اللي جاي فيغ وفيه لي بتي نوا لي بتي بوان نوار كيما الكيوي دونك هذا الي اكسيلون راني كملتو ودوكا راني شريت هدايا دونك فوالا راح ناخذ اون كونتيتي ناخذ هكذا بلو بالاطراف الاصابع ونوزع ان بتي بو بارتو و تقدروا تحطوا حتى على لي ليفغ باسكو سكر سي لي سكر بران و توجور باطراف الاصابع ماشي هكذا وماشي باطراف الاصابع نقوميو ونقوم ونديرو دي موفمون سيركولير يعني حركات دائريه هاد لو سونس ولا هاد لو سونس بالعكس المهم حركات دائريه دوكا ناخذ الماء البارد ونشلل به نجيب اون تي سيرفيت ونشف لو فيزاج تاعي دونك ما نشفوش هكذا ونمسحو هكذا سي اون تابوت طبطبه توجور راني باطراف الاصابع الحاجه الاخرى اللي راح نديرها ولا الحاجه الثانيه وشنو هذه الحاجه الاخرى الحاجه الثانيه اللي راح نديرها راح ناخذ هذا لو ماسك تاع لوريال هاوليك ماسك دارجيل انتي امبيرفيكسيون ارجي بيور انتي امبيرفيكسيون معناتها يمنع ظهور
الحبوب وشوائب في الوجه، ماسك تخواز ارجيل وفيه لي زالغ، فيه لي زالغ تاع البحر يعني طحالب البحريه نورمالمون سي جو مي ترومب با. اللون تاعو جاي بلو كيما هكذا. ناخذ ان بانسو هدايا اللي جاي اون سيليكون، انا كومونديتو من امازون، و جيتال في لابو تاعي كامل. ايفيتيو هنا المنطقه تاع العين، لو كونتور دي زيو، راكو شفتو كميه وحده مازالني نستعمل فيها في يعني درتها في كامل في غون بارتي يعني في جهه كبيره. حاب يقول هذا كي تشروه يشد لكم، وباش تعرفوا شحال يقعد باش يبيريما نكتب لكم هنا توجور دايرين هذا وين راهي هاي اللي كان جو سي با لي تبان لكم مكتوب 12 مو. حاب يقول هذا ابتداء من لادات اللي فتحتيها فيه، كيما انا اليوم فتحته حاب يقول يقعد يشد لي عام ومن بعد يتبيريما. بعد ما كملت حطيت الماسك ديالي، الوغ هنا البنات لازم ديروا اون كوش فين يعني طبقه رقيقه، سا ساغيان تحكموا اون تون وديروه باسكو لازم اون كوش فين، والريزلتات تشوفوه دو سويت. واش كنت راح نقول لكم ثاني، راح نقعد به من 15 الى 20 دقيقه تو ديبون وقتاش راح ينشف لي اكزاكتومون. سينو الا ما شريتوش هدايا كاين ان اوتر اللي ننصحكم به، كاين لو دوزيام لي هو هدايا توجور من لا مارك لوريال باري. هذا سي ان ماسك بوريفيون ارجيل بور، هذا فيه لا كولور تاعو جايه لا كولور تاعو الي هكذا فيرت فير كلير اي تو. دونك هدايا راح نقول لكم رايي الصريح فيه. الوغ انايا كي جربتو صح بعد ما نغسل وجهي تو نشوف بلي البشره تاعي راهي نقيه راهي صافيه راهي رطبه، سورتو الرطوبه لارجيل عبالكم بلي كيرطب البشره لا دوسي لابو، بصح كي نديرو يحرقني لواحد الدرجه ما تقدروش تيماجينيو. على بالي بلي لي ماسك باش تعرفوا بلي كفادو لكم فريمون سي فري كيحرقوا شويه في لو فيزاج، مي هذا راح يحرقني كيف يقوم يقولوا بصفه رهيبه. جي بارطاجي سا في انستغرام وسقتيت دوطخ انفلونسوز ولا دوطخ ابوني اللي ديجا استعملوه وقالوا لي صح حرقنا ليجيرمون، مي انا حرقني بزاف. دونك سي بور سا راني حبستو ما مانيش نزيد نديرو، قلت حتى نزيد نجرب هذا النوتخ ماسك ونشوف اسكو يحرقني بنفس الدرجه. الا حرقني بنفس الدرجه حاب يقول يعني عادي، والا شفت هذا ما حرقنيش كيما هذا حاب يقول هذا حبسوا نهائيا. وديجا راني حطيته راهو ليجيرمون ماشي كيما هذا، وراح نزيد نستنى شويه باش نتاخذ القرار النهائي. مي راني حسيت هذا غير نديرو تبدا لابو تاعي هاك تاكل 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 ويحرق، هذا نو. دونك جو بونس كو هذا راح نحبسو ديفينيتيفمون. دونك انا خلي الماسك تاعي يريح من 15 ل 20 دقيقه على حساب الوقت اللي راح ينشف فيه ونعاود نولي لكم. الوغ انا لو ماسك تاعي راهو بدا ينشف، مي قلت جو بروفيت نعطيكم رايي على بعض المنتجات اللي راني نستعملها. دونك راكو شفتو عندي هذوك لي دو غوماج وهذوك لي دو ماسك اللي استعملتهم تاع لوريال. سينو عندي ثاني ان ماسك بلوتو عندي ان غوماج ولا بيلينغ اون فادير ولا كريم اكسفوليونت تاع سيفورا، هادية جام ترو. دونك تقدروا تستعملوها في بلاصه هذه مخدومه بلو تي فير بالشاي الاخضر، تقدروا تستعملوها في بلاصه الغوماج تاع لوريال. دونك اللي يقدر يشري هذه ثاني ننصحكم بها توب توب توب. ديروها في البشره تاعكم تخلوها واحد 2 3 مينوت وتبداو تفركوها باسكو فيها شغل حبيبات لداخل اليكس فولي لابو، ديروا حركات دائريه نفس الشيء. واللي ما توفروش عندها المنتجات هذه على بالنا بليك ماشي في متناول الجميع، قلت لكم انا وحده ما نقدرش نشري كامل هادو من العفيس اللي كتشوفوني نلبسهم ولا الماكياج ولا لي كريم، ما نقدرش نشري كلش دائما 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 باسكو على بالكم بليك لي مارك هما اللي يبعثوا لي يعني بمنتهى الصراحه. ما نقدرش ميزانيتي ما تسمحليش انه نشري طول طاع عفايس كيما هادوما. دونك جو كومبرون لي ما تقدرش بكل بساطه تاخذ شويه سكر وتخلطو مع شويه عسل
و الفي لو غوماج تاعها في الدار تو سامبلومون، ولا تاخذوا شويه عسل مع القهوه وديروا لو غوماج عادي، باسكو هذوك لي غوماج تاع لوريال مخدومين بالسكر، دونك نقدروا نديروا حنا غوماج تاع السكر وحدنا في الدار. وكاين سو انترنيت بليزيور ريسيت تقدروا تشوفوهم وتكتبوا ثاني على حسب نوع البشره ديالكم، ماشي الشرط ماشي الشرط تستعملوا المنتجات هذوما ولا تشروهم، ولا على بالي بلي كل واحد على حسب مقدوره. فوالا كيما راكم تشوفوا البنات انا الماسك تاعي نشف، ملاحظه ما حرقنيش كامل، صافي دي هذاك اللي كنت نديرو ما والمش البشره ديالي. دوكا واش راح ندير؟ اولي لي نغسلو هكذا ونطلص الدنيا كامل، راح ناخذ هاد لي بونش لي مخدومه بلو شاربون بالفحم الطبيعي من لا مارك كيكو، دونك نبللها بالماء توجور بارد ونمسح. تقدروا حتى تحكو باسكو حنينه ما تجرحش لابو ما دير والو، اون بليس شوفو تشرب ديجا تشرب رابيدمون البرودوي. كيما راكو تشوفو شوفو ديجا وجهي بان بلي بياض وبلي رطاب. اغ شحال ندير؟ راح نغسل وجهي بيان سور، يعني صافي في با كي مسحت غير بهاديك، راح نغسل توجور بالماء البارد. ناخذ لا سيرفيت ندير الطبطبه هكذا. الوغ تقدروا تستعملوا ماكسيموم دو ماسك بور لو فيزاج، دونك انا كوم درت هذا لو ماسك تاع لارجيل، تقدروا ديروا سواء ماسك ليكيد اللي يجي كيما هكذا، انا هذا تاع سيفورا نموت عليه، سا ماسك بيلينغ، دونك ديروه 3 مينوت في وجهكم تحطوه، ديروا طبقه لا باس بها ماشي طبقه رقيقه، هذا باغ كونطخ ديروا طبقه شويه خشينه وتخلوه في وجهكم 3 دقائق، ومن بعد ديروا لي موفمون سيركولير كلي راكو حد غوميو، مي سي با ان غوماج هو سان بيلينغ في حبيبات لداخل. كيما تقدروا تستعملوا لي ماسك اون تيسو، يعني الماسك هذوك تاع القماش اللي فيهم العينين محلولين هكذا والفم، وتحطوهم على وجهكم. انا هذوك نديرهم كي فريمون يكون عندي الوقت، باسكو تقعدوا كومون بيهم 10 دقائق الى 15 دقيقه، هذوك نديرهم فريمون كي ندير لي سوا تاعي في الليل كيكون ادم راقد عندي الوقت. دونك راح ناخذ توجور هاد لا بروس تاعي تاع سيليكون لو بانسو باردون، ونوزع لو برودوي على كاع لو فيزاج. بعد ما جازو 3 دقائق ديالي قالكم يفو ماسي لا بو، توجور نديرو لي موفمون سيركولير، ومن بعد في لو فلاكون هذاك ولا في هذاك لو تيوب تاع لو ماسك مكتوب بليك لازم تغسلو الفرنسا افيك لو تياد، حاب يقول مع الماء دافي ماشي سخون ماشي بارد، دافي. وهلا ما كان ما غسلت، راح نخلي وجهي هكذا هكا من الدي. واش ندير؟ ناخذ ان جيل لافون ولا جيل نيتوايون باش نحيو كامل الشوائب اللي قعدت في البشره تاعنا. دونك انا عندي زوج نستعملهم، كاين نستعمل واحد صباح واحد العشيه، ولا واحد نستعمله زعما اليوم غدا داك نستعمل لان دوزيام، مي سي مي دو جيل لافون بريفيري ولا فافوري. دونك عندي هذا تاع لا مارك اس في اس في ار لابوراتوار ديرماتولوجيك، هذا سي جيل لافون نيتوايون دو بروتيكتور مليح للنساء للرجال حتى لي بيبي، دونك هاولك سان تروك فاميليال. ناخد اون وازيت ولا دو ونرغوي وجهي ونغسل. سينو عندي هذا تاع اورياج، هذا سي ان كو دو كور، سي هذه سي كريم لافونت ان نيتوا نوري بروتيج، يعني تنقي تحمي و تغذي فوالا بو سنسيبل، سي بور لا بو سنسيبل، انا عندي بشره تاعي حساسه. دونك هذا يا هو ما بقاليش فيه بزاف، دوك نخليه نستعمل هذه اللي نخليه لليل، ونستعمل هذه اللي مازالها معمره. دونك كي تشوفوها هي كيفاش تجي، تجيكم اون كريم فتاتة هكذا قطرة، باش لا نتوما تاني تقولوا فتاتة قطرة برك تكفي، دونك نديرو هكذا بالأطراف الأصابع ونجي نحك في لو فيزاج ديالي كامل. دوكا نغسل وجهي بالماء توجور البارد، هذاك التياز درتو غير على جير ماسك باسكو هما كانوا كاتبين هكذاك.
كنروحو نشفو وجهنا بيان 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 بيان. فوالا ونجي ناخد هاد لا لوسيون تاع اكلا دو جور تاع كلارنس. هادي جي لي روسو دونك ما على باليش شحال تسوى. دونك ناخد ان كوتون ديسك ان كوتون هكذا ونحط كميه عليه. ونجي نمسح كامل البشره ديالي نمسح ونقرا لكم. دونك هادي او زيكستري دو غروزي كافي فير اي لو تي بلون. فوالا بعد ما كملت هاد لا لوشون تاعي راح ناخد اون كريم كونتور دي زيو. انا راني نستعملها هادي تاع لا مارك سيان ولا سيان والله ما على بالي كيفاش يبرونسيوها. هادي شريتها من ليدول. دونك ناخد هكدا اون بتيت نوازيت نحطها هنا و جو ماسك على لو كونتور دي زيو. لو كونتور فريمون لو كونتور يعني الفوق والتحت. هذه البنات خطوه مهمه لانه ما لازمش يكون عندنا لو كونتور تاع لي زيو تاعنا سيك خاطرش من بعد كي ديروا الفون دو تاع ولا ديروا اي حاجه تشوفوها بلي هنا تحجرت لكم ولا تكمشت لكم. دونك لازم ترطيب تاع لو كونتور دي زيو. ومن بعد نروح لهاد لا كريم ديلي ديلي كريم. فوالا اي جو لي اكلا دو جور. هادي سي جو لي بار كونتر سي با اون كريم مي سي اون جولي. انا قريب تخلص لي جو سوي ديغوتي لحقتني من لا مارك هادي. مي هادي جو بونس الواحد يطملها يطملها ويشريها باسكو جامي شفت اون كريم باغي. هادي ولا لا بلو تاعهم اللي كانوا بعتوها لي ديجا سي ان توب يعني حاجه اللي تستاهل. اوليو نشري كريم يدغات نتا 50000 فرانشمون نطم هادي ونشريها 3000 دينار ولا 4000 ولا ما عبالي شحال في الدزاير. نروح ليدغاتاسيون تاع لي ليفغ. الوغ انا عندي ثلاثه حاجات اللي نستعملهم كل خطره. يعني واش نستعمل؟ عندي ثلاثه. عندي سوا هادوما لي بوما ليفغ تاع ايفغوشي اللي كل خطره واش نشري الكو. وعندي هذا تاع ميكسا لي جو تروف كسي لو توب اي سي لو ميور دو كاع كاع لي تروك كو جي بو ايسيي. سينو عندي هذه تاع لا فازلين اللي مخدومه بكوكو باتر يعني بالزبده تاع الكاكاو. اليوم ما رانيش راح ندير هادوك لي ستيك باسكو علاش هاد لي ديرني تو راني نايضت لي حبه هنا جو بونس يتبان لكم حاجاكم وهنايا وحده تاني. دونك ما نش حابه نخلي هادوك لي باكتيري ولي ميكروب لي يقعدوا لاصقين يلصقوا لي في هذاك لو ستيك. ومن بعد غدا داك نكون بريت نسييهم نزيد يعاود تجيني هذيك الحبه باسكو دي ميكروب. دونك جو بريفير نستعمل كي نكون توجور مريضه هكذا ولا عندي حبه جو بريفير نستعمل هاديه اللي ناخذ هكذا اون بون نوازيت نغلقها و جابليك في فمي ومن بعد خلاص يعني ما كان لا ميكروب لا والو. هاك الوغ البنات هذه هي كانت روتين تاعي اللي نستعملو قلت لكم دو فوا بار سيمين. جيسبر كو لا فيديو تكون عجبتكم جيسبر كو تكون سورتو فادتكم. و الى عندكم اي حاجه راكم حابين نجربها ولا فيديو حابه نديرها ما تنساوش تخلوها لي تحت في التعليقات. ما بقى لي نقول لكم تهلاو في روحتكم تلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. سلام.